دكتور أيمن، إيه الشكل الصحيح بالنسبة لحضرتك؟ إيه نسب الشكل الصحي للجسم أو الوزن الصحي؟ لا، بالنسبة للشكل التناسق ده شيء يعني المفروض يبقى مظبوط جدا ويبان بالأبعاد زي ما قال الدكتور، دي بيحددها أكتر دكتور الأطفال وهو صغير، وبعدين نبتدي لما نخش في سن البلوغ و18 و20 سنة بتختلف. بس هي النقطة المهمة قوي هنا إن الوراثة بتلعب دور جامد قوي، والكلام ده كان بمعنى من أسبوع كده، أنا كنت في مؤتمر كده جاخد جزء جامد جدا أو ربع المؤتمر كان على الوراثة، اللي في عيلة تبقى الطول أو بيبان من أول الألترا ساوند وست حامل، وبيبقى بتمشي بقى ان فاميليز، والله في فاميليز يبقى الكتاف عريضه، في فاميليز الحوض عريض، في فاميليز يعني كل واحد واخد شكل. وطالما في وراثة فملناش علاقة، يعني الوراثة خلاص خارج أي علم. الوراثه ماشيه واخده قطر وماشيه لوحدها كده. يعني مفيش يعني العلم ما وصلش لحاجة يعدل مشكلة وراثية. ده انا ما اعرفهاش، بس انا اقدر لسه اقول قلتها لدكتور اجزم ان حسام. الوراثه ليها دور جامد جدا في ناس وبتتظلم انها وزنها زياده، اللي هو شغل الاصلي بقى، وبعدين لما تاخدي هيستوري الفاميلي تلاقي يعني العيله كلها من تحت، العيله عظمه كلها كبير مثلا او عظمه عريض او العظم التقيل والكلام ده. يعني ده كلام انا مش دكتور عظم ما اقدرش افتي فيه، بس تيس بروفد معايا في شغلي ان انا بوزن بقالي 30 سنه، ابص كده اقول ده 80 يطلع 90، اقول ده 90 اوكي. يطلع 100، فده ما بلاقوش تفسير تاني الا ان عظمه يبقى تقيل، ما عنديش تفسير تاني. طب في حاجة كمان مهمة جدا دكتور أيمن، البايدي بقت دلوقتي في تقنية في ان احنا بنروح نوزن، بيبقى البادي اسمه ايه؟ يس، اسمه ايه؟ ان بودي ان مثلا بادي. عندك الان بادي ده بقى خلاص بيتقري بشكل مختلف خالص عن اللي احنا كنا متعودين عليه. يعني احنا كنا دايما نرى انا وزني كذا فانا عندي دهون في المنطقة الفلانية. لما التقنية ابتدت تخش، لا ده ابتدى يحسبوها، لا ده الفات البادي ماس ايه، انا عايزه اعرف الدهون اللي مش عارفه عامله ازاي، هي اللي كانت كتيره ولا لا. الفكر كله في موضوع التخسيس مختلف عن ثقافه بصي، زمان، موضوع الانبودي ده قديم قوي. بس اتطور. انا شخصيا جايب جهاز يتمسك كده، مش الانبودي قبل ده، الكلام ده من 30 سنه من سنغافور، كنت اوكي هناك وبشوف المحلات بتاعت الابر الصيني والحاجات اوكي لقيت كده، هو بيبقى فيه اوريدي بريبيرد انك تقولي البني ادم ده شرقي او من فار ايست او كذا، فبيديكي رف ايديا. اوكي نيجي على الاجهزه اللي هي الان الحديثة بودي اللي دلوقتي. موجوده في كل حته دي، انا شايف انها فايدتها في الابحاث اكتر. يعني انا باجي اعمل بحث في الكليه او يعني بحث، يبقى لازم اقول مثلا الستات اللي وزنهم كذا، الرجاله اللي طولهم كذا يبقى وزنهم كذا، او انما فور ورك اتسلف في براكتيكال نفسه انا ما بشوفش ان ده مفيد. فما قصدي بيبقى تدخل شوية زيادة عن يعني اللزوم. ايه اللي عاوز يخس بيبقى عاوز يخس مش في دماغه الكلام ده، لا بس ان انا انا اقدر لما اقول ان اخس انا مثلا عضلات ده يا دكتور غير افندم لما اخس دهون، افندم. يعني لما اخس عضلات غير لما اخس لا، دهون، ما هو ده المفروض ان انا اخس دهون ما اخسش عضلات، لا لا لا، ما فده هو ده الجهاز الرجيم ده الصح مهم. من الرجيم الغلط. الرجيم الغلط يعني مش في رجيم الكيميائي وفي رجيم السعرات، وفي كان وكيتو زمان بتاع وعارفه. النقط بتاع رواد الفضاء. لو الرجيم ده اتعمل غلط ممكن قوي النزول يبقى أحس بالعضلات اكتر. بالعضلات ودي الكارثة الكبيرة.